السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من عصير كريم ديتوكس الكبد. مين مش مهتم بالكبد ومين بيفكر في الصحة ما بيفكرش في الكبد وكم السموم اللي الكبد بينظفها كل يوم؟ حلقة بعنوان نظف فلاترك يا محسن. هننظف النهاردة ديتوكس الكبد في عصير، في حاجات رخيصة موجودة في كل البيوت، موجودة في كل البلاد العربية والأجنبية، عشان كله يستمتع بهذا العصير الجديد. أنا كريم علي وانت بتتفرج على عصير كريم، نتقابل بعد الفاصل، يلا بينا. هيا بنا هيا بنا نرقى لفكر ثاني، هيا بنا نرقى لفكر ثاني. اهلا بيكم. قبل ما ابتدي عندنا كام حاجه كده عايز اقولها. في حاجات بتتعمل في العصاره على البارد ما بحتاجش الالياف بتاعتها، الالياف هتتقل الهضم، الالياف تتعب القولون، مش هتوصل لي الكل الخلاصه بسرعه لغايه الدم، فهنحتاج العصاره البارد. في حاجات ينفع نخلطها ونعملها عصير عادي خالص، فدي حاجات مش لازم نستخدم فيها العصاره البارد. الناس اللي سالتني طب لو ما عنديش العصاره البارد، بسيطه جدا، اعصري يا ست الكل في الخلاط العادي وصفيه بشاشه او بمصفى باي حاجه، زي ما كنا بنعمل على الاسوس في مصر، نصفيه في حته شاشه، ولا تجيب المكنة الغالية ولا الخلاط الغالي ولا الكلام ده كله. الحلقة دي المفروض كل الناس تستفيد منها، مش معقول عشان ما عندكيش جهاز عصر على البارد ما تستفيديش من اللي احنا بنقوله. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية، لازم هتدخل الفاكهة، والفاكهة لما تدخل اوكي، في ناس كيتوجينيك دايت ما بيعملوش فاكهة، في حاجات مش هتنفع خالص، في حاجات هقول لكم ما ينفع تخرج من الكيتو، ما تخافش من الخروج. انت حضرتك مش خارج من يعني في البلكونة من غير هدوم، حضرتك عادي تخرج على حاجة مفيدة وترجع تاني لتنشيط الكبد، الغدة الدرقية، هنفهم كده من قدام. والنهاردة احد الحلقات اللي هنستخدم فيها التفاح الاحمر. فحتى لو انت كيتو، بس مش لو انت مثلا كيتو علاجي، عندك صرع او عندك باركنسونيزم او عندك مرض متابعه مع الكيتو، ما تعملش اللي انا عملته النهاردة. لازم صحتك تبقى كويسة عشان الكبد ينظف اللي هو فيه وهو عنده المعادن والفيتامينات. لو ما فيش معادن وفيتامينات محترمة في جسمك هتعمل ديتوكس ازاي؟ ده ألف ب. فندخل بقى في عصير النهاردة الكبد. الكبد بيقوم ب 300 وظيفة، في ملايين الانزيمات، بيعمل حاجات كتيرة قوي. احد الاعضاء لو فشل حياتك، بيبدأ العد التنازلي، الحفاظ على الكبد، لانه بيشيل يعني بلاوي كتير قوي في الزمن ده. ادخل في الموضوع بلاش رغي حاضر. المكونات النهاردة يا حبايبي الحلوين، البقدونس. مين ما عندوش بقدونس في كل البلاد العربية؟ اللايم اكتر من الليمون، اللي هو الليمون الاخضر. انا عمري ما عرفت ان في فرق بين ده، بين الليمون الاخضر والاصفر، الا يعني مؤخرا. ده لايم مش ليمون، اللي هو مركز اكتر وفيه فيتامين سي اكتر وفيه مضادات اكسدة اكتر، فيه املاح معدنية اكتر، مغنيسيوم. الجنزبيل الفريش، ما عندكش جنزبيل الفريش، هات الجنزبيل الباودر، مش هقول لك حاجه. الملك لتصليح الكبد، البنجر، ده بنجر عضوي يعني مسلوق ومتقطع، مش لازم، هات البنجر العادي اللي في السوق، بس تسلقه عشان لما يتحط في الخلاط ما يبقاش زي الحجار، اسلقه شويه عشان يبقى طري. دي المكونات، خلينا نروح نعمله ونستفيد من فوائده. مكونات النهارده انا عايز ايه الفايده منها؟ انا عايز حاجه. في حاجه تانية مهمه عايز اقولها. رغي، انا سالت سؤال على السناب شات وعلى الانستجرام، الدهون بتتخزن فين؟ في المخ ولا في الكبد ولا في العضلات ولا في الخلايا الدهنيه؟ كل 85% من الناس قالوا السموم بتتخزن في الكبد. كلهم قالوا غلط وسقطوا في هذا اليوم، وروحوا يعيطوا لاهاليهم اللي ردوا على هذا السؤال. حضرتك مفيش عضو حيوي بيخزن سموم والا بتحصل مصيبه ومرض. الحاجه الوحيده اللي بتخزن السموم حاجه ما فيهاش دم كتير، حاجه ما فيهاش حيويه كل شويه تشتغل ويدخل دم ويطلع دم، اللي هي الخلايا الدهنيه. حضرتك السموم بتتخزن في الدهون. ليه بيقولوا لنا الكبد مليان سموم؟ ايوه، هو بينظف السموم، هو بيفلتر السموم، ولكن ما بيحتفظش بيها، بيرميها في الصفرة فتنزل في الحمام، يرميها تدوب في الميه بعد ما كانت بتدوب في الدهون فتروح للكليه تطلع في العرق، انما ما بيحتفظش بالسموم جواه. انت بتضحك علينا، نعمل ديتوكس للكبد والكبد ما فيهوش سموم؟ دكتور كريم بيضحك علينا يا اولاد. لا، انا قصدي انك تزود الانزيمات بتاعته، تدي زوبه زقه، ده قصدي بديتوكس السموم، مش شل الخلايا السميه او السموم بتاعت الجسم من الكبد. النقطه دي مهمه جدا. طبعا ما تهمش للناس اللي عايزه عصير وتشرب وتقعد في البلكونه، الناس اللي عايزه علم، مفيش حاجه اسمها ديتوكس كبد. انا بعمل ايه؟ مكونات النهارده بتعمل ايه؟ حاجه مضادات اكسده قويه جدا، حاجه تنشط خلايا الكبد، حاجه تزود العصاره الصفراويه، حاجه تزود قدره الكبد على تنظيف السموم، وحاجه تشيل الحاجات دي تدخلها للكبد. ده خلاصه النهارده، عشان النقطه دي مهمه قوي. مفيش حاجه اسمها اشيل السموم من الكبد، السموم في الدهون.
ايه بقى المكونات دي؟ البقدونس، وده الملك بتاع النهارده في كل حته. البقدونس عنده حلقه، احط لكم الحلقه الرابط بتاعها. البقدونس ده نعمه بتاع من نعم ربنا، ده في فيتامين سي وفيتامين كاف واحد، وفي مغنيسيوم وفي بوتاسيوم. مش دي حكايتي، حكايتي ان ده بيزود الجلوتاثيون جوه الكبد اللي هو مضادات الاكسده. ده لما ادوله للفيران 40% من الفيران خفت من مرض السكر لما ادوها البقدونس. البقدونس فيه فيتامين سي وفوليك اسيد فبيحسن البشره. مش هتكلم على البقدونس كله، خلينا في الكبد. يزود الجلوتاثيون، يمنع التهابات الكبد. في ماده اسمها ميرستين فيه بتمنع سرطان الجسم وسرطان الكبد في البقدونس. مين في العالم ما عندوش بقدونس؟ ده المركب الاول. حاجه تانية في البقدونس، فيه ليوتين اللي هو بتاع النظر، وفي حاجه اسمها الابيجينين. ابيجينين من اعظم مضادات الاكسده اللي بتمنع الشوارد الحره ان هي تاذي الكبد، تاذي البنكرياس، تاذي الحيوانات المنويه، وتاذي البويضات، تاذي المخ. الابيجينين ماده موجوده بكثره في البقدونس. حاجه تانية في البقدونس كمان، البقدونس مدر للبول، هو والهوليون والهندباء بيزود، نزلوا الميه. هحط لكم رابط لو انت عندك ميه او منفخ في جسمك ازاي تنزلهم. البقدونس احد الحاجات اللي بتضر البول، ولكن البقدونس في اوكسالات عاليه، عندك حصوات اوكسالات، عندك مشاكل اوكسالات، قلل من البقدونس. حزمه واحده، بلاش اربع حزمات زي ما هنعمل النهارده. البطل الثاني بتاع النهارده البنجر. وما ادراكم ما البنجر؟ البنجر ده بيعمل ايه؟ في حاجه اسمها بيتالينز في البنجر. البنجر ده بيعمل ايه في خلايا الكبد؟ بيزود العصاره الصفراويه، بينشط الانزيمات اللي بتعمل ديتوكس في الكبد، اللي بيقعد عليه 3 شهور. مش طبعا مش عصير كده كل حين ومين، اللي بيقعد عليه 3 شهور. نص كوبايه من عصير البنجر كل يوم بيجدد خلايا الكبد. يعني الكبد لو عنده مشكله يجدد خلاياها، الكبد بيتجدد بس بياخد فتره طويله. البنجر فيه حديد وفيه فيتامين سي مضاد التهاب رائع، وفيه مضادات اكسده على اعلى درجه، وفيه فوليك اسيد او الفوليت، مش فوليك اسيد، الفوليت والحديد لما يجوا مع بعض يعالجوا لك الانيميا. المضادات الاكسده اللي فيه والحديد اللي فيه بيصلح الكبد، ويدي الانزيمات اللي بتنظف جسمنا من السموم زقه جامده جدا. فالبنجر شيء اساسي في اي حد عاوز يصلح كبده، او يدي زوبه زقه بتاعه الكبد، او ينشط الكبد، او يحيي الخلايا التعبانه من اول وجديد، ويزود العصاره الصفراويه فالهضم يتحل. حاجه تانية في البنجر عايز لازم اقولها، خلي بالكم في ناس عندهم حساسيه من البنجر. يعني انا لما اخد بنجر كتير ابتدي اهرش، فانا عندي حساسيه من الكميه الكبيره، فخلي بالك من كميته، مهمه قوي. تاني حاجه في البنجر عدو الكالسيوم، هو لما يدخل الجسم الكالسيوم يتي بيقول والله ما انا قاعد لكم البنجر بزياده. فخلي بالك البنجر لو انت عندك نقص كالسيوم اوعى تاخد بنجر، صلح الكالسيوم وبعدين خد بنجر. فالبنجر او الروت بيت ما يتاخدش لو انت كالسيومك ناقص او عندك مشاكل في الكليه، ما ابعد عنه خالص، ما ينفعكش. ده البنجر. تاني حاجه. تالت حاجه اللايم. اللايم ده من معجزات ربنا سبحان الله. اللايم ده بالذات، ده اللايم ده تحطه على ميه تشربه اول يوم، اول حاجه تصحى الصبح، ده كفايه، ده ديتوكس في الحياه كلها. ايه بقى ده؟ ده مليان فيتامين سي، مضادات اكسده، مغنيسيوم وبوتاسيوم. بيعمل ايه؟ حموضته عاليه فيزود حمض المعده فالهضم يتظبط. واحد، اللي يوصل للدم املاح معدنيه قلويه فيوصل للخلايا، يحسن قلويه الخلايا. يعني انت متخيلين بيعمل ايه؟ في الاول حمض يظبط حمض المعده، في الاخر قلوي يظبط قلويه الخلايا. الباشا ابن الباشا ده لازم اعمل له قناه لوحده اللايم ده، تمام؟ ايه تاني؟ بيعمل ريفرش الخلايا الكبد، بيعيد تجديد خلايا الكبد زي البنجر، عشان كده انا ضفته النهارده. بيزود قلويه الجسم، في مضادات اكسده تمنع السرطانات وتمنع العجز البدري، يعني انك تعجز بدري سواء البشره او المفاصل، مهم جدا في موضوع الديتوكس وموضوع مضادات الشيخوخه وقلويه الجسم. حاجه تانيه ده بيعمل زي ما قلنا، بيعمل فلاش للسموم حتى مش في الكبد. يعني فلاش، انا دايما الصبح اصحى الصبح قبل عصير الكرفس اعصر لي 2 من دول وازودهم ميه، اعصرهم على البارد واحط عليهم ميه واشربهم، يبتدي الجهاز الهضمي يصحى، يبتدي الكبد يصحصح، الخلايا بتبتدي يحصل لها ارتواء. وفي حاجه تانية مهمه قوي، طول ما انت بتاخد لايم او ليمون ما يحصلش عندك حصوات في الكليه، لان ده عدو الاوكسالات رقم واحد. ودي احد الحاجات الحلوه بتاعت النهارده. في اوكسالات في البقدونس كتير،
لما نحط عليه ليمون او لايم كتير يعارض الاكزالات، فالاكزالات ما تضركش. فالحاجات دي مع بعض كويس ان انا افتكرت. ينفع نعمل عصير الخيار على الكرفس، ينفع نعمل الديتوكس مع، ما تلخبطوش الدنيا الله يكرمكم، خلي كل حاجه لوحدها ما تلخبطوش. الكرفس كرفس، الخيار خيار، الديتوكس الكبد ديتوكس كبد، المره الجايه بتاع المخ ما تقعدوش تلخبطوا وتسالوني وانا مش عرفني لما ده حتى على ده يحصل ايه، هينفجر مثلا. خلي كل حاجه لوحدها عشان كل حاجه بتادي وظيفه معينه، لما الطب يدخل المطبخ يطلع هذا العصير. دي ده اللايم. الحاجه اللي بعد كده الجنبير، او الجنبير ده باللغه اللي هنا اللي هو الجنزبيل. الجنزبيل ده في حاجه اسمها جنجيرول. الجنجيرول ده مضاد اكسده، يمنع التهابات الكبد ويمنع التهابات المخ ويمنع اكسده الكوليسترول الضار ويزود الطاقه جوه الميتوكوندريا. كل ده مش جنجيرول. ويحمي الكبد من الكحوليات. الكحوليات بتبوظ ايه؟ خلايا الكبد. الجن ده مش الناس بقى تروح تقول الدكتور بيقول بيحمي من الكحول. لو في حد شرب كحول يعني حرام في ديننا، الجنجيرول اللي هنا يحمي الكبد من تاثير الكحول على الكبد. هتوقعونا في الغلط، مش عارف اعمل فيكم ايه. وبيدي طعم كده، يعني طعم الجنزبيل ده حلو، انا بحبه. الجنزبيل مع الليمون رهيب. اعمل هعمل لكم مره لوحده جنزبيل وليمون، رهيب، عصير رهيب، ريفريشنج زي بتاع الخيار بالظبط. ده هنحط شريحه او اتنين بس يدي الطعم، انا مش هحط الجنزبيله كلها. انا عملت كده عباره عن ايه؟ عصير مضادات اكسده، فيتامينات ومعادن محترمه جدا، فيتامين، في فيتامين الف كمان في البنجر. طب ما حضرتك هتوصل للدم وكل تروح في كل حته. لا بقى بص، كل عضو انا هعمل له عصير لازم يبقى فيه تركه عشان ياخد العصير. العضو ده نعمل له مصيده. مصيده اللي انا بقوله ده النهارده السكر. الكبد لما يلاقي سكر خلايا تاخده اكتر، زي المخ المره الجايه هحط عليه دهون فالمخ ياخده اكتر. خلاص احنا بقينا لا، الطب في المطبخ عامل شغل تمام. فالتفاح تبقى ايه بقى؟ حتى لو انت كيتو اعمل اللي انا هقوله على مسؤوليتي، الا لو عندك كيتو علاجي. لازم التفاحه تبقى حمراء وتبقى صغيره مش كبيره وتبقى فريش وما يبقاش عليها الوكس. ما لقيتش دي خلاص، حط معلقه عسل صغيره او شوف يعني دور على هذا التفاح، او يعني لازم تحط تفاح عشان ده مصدر السكر اللي هيخلي الكبد ياخد الكلام ده وينضف وينضف نفسه يعمل ديتوكس. فيها بكتين وفيها بوليفينول. البكتين في القشره اللي بره اللي هي الالياف. جوه فيها ايه؟ في فيتامين سي وفي بوتاسيوم وفي سكر، فحاجه الكبد ياخدها يقول انا مش هدي حد الاكله دي بتاعتي. فدي مصياده الكبد. وخلي بالكم انا هاخد نص بس، لو انت مش كيتو خد واحده كامله مفيش مشاكل فيها، ما دام انت ما عندكش سكر او انت ما عندكش مقاومه الانسولين عندك في جسمك عاليه، تقدر تاخد تفاحه لتفاحتين على العصير مش هيفرق معاك حاجه. الكيتو نص واحده يكفي تماما. انا هشرب دلوقتي نص التفاحه دي. فخدنا البكتين اللي فيه، خدنا البوليفينول اللي فيه، خدنا فيتامين سي اللي فيه، خدنا البوتاسيوم اللي فيه، خدنا الفركتوز اللي الكبد بيحبه او بيحب ياخده ليه هو. ادي المكونات. نروح بقى نعمل العصير ونشوفها يطلع طعمه ايه. نقطع الحاجه الاول البقدونس. انا البقدونس قطعت الرجلين، هاخد الورقه بس. دول اربع حزم، عايز تعمل حزمتين، عايز تعمل حزمه واحده. البنجر طبعا اسلقه وقطعه، خد بنجرتين صغيرين يعني زي اتنين كده، اتنين قد اليوسفي او بنجرتين صغيرين قد دول. ده طبعا انا هقطعه، ده جاهز عندي، ده عضوي ومسلوق ومتقطع شرايح. خلي بالكوا ده لو جه على الهدوم مش هتبات في البيت، البنجر ما بيطلعش. كميه الحديد اللي فيه رهيبه. ادي البنجر، الليمونه بقشرها طبعا، التفاحه هتاخد نصها، مش هتاخد نصها براحتك، انا هضيفها طبعا. دي طبعا لازم تتقشر، تعملهاش بقشرتها. ده فريش، ريحته فظيعه. اتس اوت جامد قوي الزنجبيل. اهو ناخد شريحه، شريحتين قد دي، شريحه اهو. ده الجنزبيل. نروح بقى للعصاره. العصاره التمام طبعا، ما عندكيش العصاره حضرتك اعمليها في شاشه ولا حد هيقول لك اي حاجه. اقعد اشرب العصير وانا اقعد انضف انا بعد كده. كان مال انا والموضوع ده. اللون الاخضر بقى، انا لما اشوف عصير اخضر بحس بالمغنيسيوم والبوتاسيوم وحاجات كتيره قوي حضرتك. التفاحه، ادي نص التفاحه، والبنجر الاحمر، وحاسب هدومك عشان هتتبات في الشارع.
ايه يا حبيب الدم اللي على هدومك ده؟ لا يا حبيبتي انا بعمل بنجر. طيب وادي الجنبير او الجنزبيل. تمام انتهى العصير. ادي عصير الديتوكس احمر واخضر واخضر فاتح وحاجة عنب. عصير الديتوكس اعملوه مثلا واشربه 3 مرات في الاسبوع لمدة اسبوعين حتى لو انت كيتو، نص تفاحة ما تخافش مش هيحصل حاجة، فوائد العصير اكتر بكتير قوي من انك تقعد في حالة الكيتوزيس ومش هتطلع منها لو كيتو ادبت او عندك موتورين. هحط لك حلقة الكيتوجينك بالكامل. نتقابل المرة الجاية في عصير كريم. الجنزبيل عامل شغل عالي جدا، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت وعليه انيب. السلام عليكم، باي.